هيدي الليله نزلنا على ساحه الشهداء، وسليمان فرنجيه كان وزير الداخليه، اصدر امر سليمان فرنجيه بانه الجيش اللبناني يقتحم المخيم تبع الشباب بساحه الشهداء. اكرم عزوري محامي جميل السيد حاليا، اكرم عزوري دق لي، جيت انا وياه لعندي على المستشفى، جبنا صلاح حنان، وقعنا انا وصلاح حنان على 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 عريض. مشروع طعن لقرار وزير الداخليه، وقدموا على مجلس الشورى الدولي، والساعه 8 على بكره ابطلوا قرار سليمان فرنجيه. بهالليله هيدي بين 27 و 28 الجيش مطوق وعم بيهدد بالدخول الى الخيام، بقي موجود بالخيام، وعم بعدل لك اياهم، الياس عطله بطل بقي موجود بالخيام، وبقي موجود وائل اكرم شهيب وبيير جميل، وانا بدون ادعاء، وانا جيت الساعه 3 على بكره لعنده، يعني انا بقيت معهم للساعه 12، رجعت فليت مرتي ما عاد خلتني ابقى بالبيت، رجعت الساعه 3 على بكره التحقت فيهم الساعه الجيش يفلت، يعني يفتح شوي المعابر، وبلشت الناس تضغط وتفوت على هيدي الساحه. فتنا على مجلس النواب الساعه 5 بعد الظهر، كان في بالساحه فوق ال 500,000 خليقه، يعني بين 27 و28 شباط وقت اللي قدم استقالته عمر كرامي بمجلس النواب، كان صار فيه 500,000 موجودين بالساحة. ودخل عمر كرامي على مجلس النواب وحكيت بهي الحريري، ومن بعد ما حكيت بهي الحريري قدم استقالته عمر كرامي، وساعتها ولحظتها بهذه اللحظة شعرنا أنه ربحنا المعركة.